ما كان
Let me
Donc, ça, c'est pour ça que vous avez été chercher ce qui est dans le ciel. Pour ça, vous avez été chercher ce qui est dans le ciel. Thank you.
يرجع للغة العربية. بالصورة مع اللغة العربية هي الموقع بالنسبة للبلد، لكن تعالى الله أعلم. أعزائي الطلبة، كل شيء له لغة وكل لغة له أسلوب وحدية للعمل. أنا ما أنزل الفرنسي أقول لك ما أنت الصف عندي، الصف عندي مذكر أنت اللغة الفرنسية أو الفرنسية لا تتخيلون الصف مستوى الأول أو الثالث أو الثالث أو المؤنث. لتوصيل القضية هي حجة توصيل وجود كل لغة مبنية على أسس حضارية وعلى التعامل الإنساني. هذا حقيقة يعود إلى توارثتهم الشعوب وما تعودت على التعامل في هذا الأمر. فهم عندهم الثلاث معناها المؤنث، معناها الجنس المذكر. عليك أن للطالب أن تنتبه أن تكون في ذلك معلومة أن لا تقرأ. ليش؟ لأن فقط نفسك إذا قلت أن الصف مفرد مذكر راح أتعوض عنه بطبيعة المفرد المذكر. ولذلك قاعد بالفقر. أما إذا كان لديك وهو بأن المفرد مؤنث فليس بالدار راح يكون وسيط لغوية يجب على المفرد المؤنث. إذا ثلاث ومعنى وأفاقته. نفس الشيء. أفاقته هو الكلاب. لأن أعتقد لي. بس واحد يقول لي أفاقته ما أستطيع يعني الشقة. والشقة يعني مؤنث. أقول لك هذه أفاقته ما بتفرق كيف أنا مدرسة. ليش؟ أبو ما أنت رحت الفرنسية. ولو جيت الفرنسية شو يسوون؟ إحنا عندنا هالكثير. ربما يقول لك أنا عندنا هالكثير. وما نقول لهم أنتم بدكم مثلنا لو أنا مثل مثلكم. لا لا. كل يعتبر بمعلوماته وبلغته وبأسلوبه وعلى المتعلم هو الذي عليه أن يتعرض حتى يكون تتطوعون. إذا هذا المسلمين هذا المجتمع حتى يكون خلص هذا مفرد مؤنث وهذا مفرد مذكر. لكن في الحقيقة لو شاهدنا أن صفة التملك معهم كانت واحدة وأسرنا من أن أحد الناس هي للمفرد المذكر وللمفرد مؤنث على حد السواء شرط أن يكون هذا شرط أن يكون الخالق جمع لا تفرق بين الخالق جمع والخالق مفرد. لكن لو جعلنا هذه مع ماذا؟ هذه وراها لو قلت ثلاث أيضا نفس الشيء جمعت ثلاث وأخذتهم وأن نعرف أن كلمة الجمع حرف الاسم للجمع وهو حرف هذا حرف الجمع وليس حرف الاول والاخير. نعم هذا حروف الجمع هو حرف الاسم. هذه الاس تكتب ولا تكتب وتتغير بطريقه الكتابه الشعبي نكتبها كتابه ولكننا لا نرفضها فنعرف ان هذه مثل وبالتكتب انه جمع. اما كيف نعرف ان هذه هي جمع من حيث اذا سمعناها صوتا وليس عندها شكلا اسمع ما قبلها سيعطيك الصوره الاروع. جيد نجي الان لو جئنا بهذا الاسم الناس يعرفوا افكار مذكر ومؤنث ايضا كلها واحد المصدر. الان هذا الاسم يعني اذا قلت نوع شكله نوع شكله اسم مثلا الجهد بوت كلاس اسم كيف لو قلنا وخلينا لو بدأت من مرفوض بوت كلاس اسم كيف وإذا بوت كلاس حتى تكون بوت كلاس يبدو على كده احنا الآن أرسلنا فأكثر عائتنا لو أنت استخدام المفترض نستخدم بوت كلاس. ليه؟ لأن نوت كلاس استخدام والاستدعاء لا الاسم اذا جاء ابتداء لا يعوض يبقى الاسم والتعويض ياتي على استقرار اللاعب. فلو هذه العباره صبحنا لو قدمنا بوست كلاس الجديد من النوت كلاس قد يكون حتى تنطبق والطالب لا يشترط عليه العوض بشكل. لو قلنا بوست كلاس لو جينا بوت كلاس اس كيف من نوت كلاس لو جينا الى نوت كلاس هذه المره ولو جعلنا الى كلمه نوت افاكتمو بعدها جئنا بمثال
avec notre cœur, notre attachement. Je n'ai pas pensé à la vie, mais madame, votre attachement. Let's go.